والآن يتحدث إلى حضراتكم السيد اللواء محيي نوح الوكيل الأسبق لإدارة المخابرات الحربية، رئيس فرع الاتصال بالمنظمات الدولية بإدارة المخابرات الحربية، وهو في نفس الوقت مدير عام حملة السيسي رئيسا، فليتفضل سيادته. أهلا وسهلا بكم جميعا في المؤتمر النهاردة، اللي هو مؤتمر ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر. أنا اعتقادي الشخصي إن أنسب واحد لقيادة مصر خلال المرحلة القادمة هو المشير عبد الفتاح السيسي. ليه؟ نقول ليه؟ المشير عبد الفتاح السيسي أزال غمة كانت موجودة عندنا لمدة عام. الله أكبر. كان مصر كانت في طريقها للبيع، حلايب وشلاتين كان في طريقها للبيع، كانت السودان هتاخد حلايب وشلاتين، وشفنا المشير البشير لما طالع ويقول بيرفع صبعه ويقول حلايب وشلاتين سودانية بيعمل كده. مين قال ان حلايب وشلاتين سودانية غير البشير والعريان؟ هم اللي قالوا هذا الكلام. المصريين قالوا لا، حلايب وشلاتين مصرية مصرية مصرية. مين بيقول ان احنا نقدر نفرط في جزء ولو قليل من سينا لاي مخلوق كان؟ ان احنا نقدر نفرط في جزء من سينا نديه لاسرائيل ولا نديه لحماس؟ حماس الفلسطينيين، انا مش عاوز اربط بين حماس وفلسطين. ما شاء الله الفلسطينيين احنا وقفنا جنبهم من سنة 48، وقفنا جنب هذا الشعب لانه شعب عربي اصيل، لكن طلعت منه نتوءة، جزء لما يكون في جزء سرطان موجود في جسم الانسان طلع هذا الجزء السرطاني اللي هو حماس، عشان يقف ضد مصر، عشان يعمل العمليات الارهابية اللي موجودة خلال الفترة السابقة. اعتقد ان اللي بيعمله الجيش النهاردة في سيناء، الجيش المصري العظيم اللي بيعمله في سيناء اللي هو احمد وصفي، واللي بيعمله في الجماعات الارهابية اللي قتلت جنودنا، 25 جندي يقتلوا من غير سلاح، 16 جندي وهم بيفطروا يقتلوا على يد الخونة وعلى يد الخسة وعلى يد الندالة اللي موجودة في هؤلاء الناس. مما لا شك ان احنا كنا في فترة معينة كنا مخدوعين، كنا مغيبين خلال سنة. اعتقد ان اللي شلنا من هذه الغمة هو المشير عبد الفتاح السيسي. لو شفنا المشير عبد الفتاح السيسي وهو بيتعامل مع رئيس امريكا، مع اوباما، لما بيتصل بيه اوباما يقول له انا عندي رئيس جمهورية اكلمه، ما تكلمنيش انا. لما يتصل بيه هيجل اللي هو وزير الدفاع الامريكي ندا بند، التبعية الامريكية انتهت، ما عادش فيه تبعية امريكية
أصبح أصبح استقلال مصر استقلال قرارها نابع منها. النهاردة لما راح المشير عبد الفتاح السيسي لما راح لروسيا النهاردة شوف الاستقبال اللي استقبلوه في روسيا لما راح هو وزير الخارجية المصري نبيل فهمي نشوف الاستقبال اللي استقبلوه هناك شكله ايه ونشوف الاستقبال اللي استقبلوه للرئيس السابق شكله ايه الرئيس المعزول شكله ايه الشعب خلعه ده المخلوع يلا يا سيسي خد قرار لما المشير السيسي راح روسيا وقابلوه الاستقبال العظيم اللي موجود هناك واعتقد ان زيارته لروسيا اعتقد انها هيكون فيها الخير الكتير لمصر. احنا عارفين ان روسيا ساعدتنا في انشاء المصانع اللي كانت موجودة خلال الفترة الزمنية السابقة ساعدتنا في بناء السد العالي ساعدتنا في تسليح الجيش المصري. انا كنت راجل مقاتل طول عمري انا ما كنتش راجل اداري ولا حاجة انا كنت مقاتل من ساعة ما اتخرجت من الكلية الحربية سنة 63 الى ان خرجت كنت مقاتل تعورت 4 مرات اثناء العمليات اشتغلنا في سيناء اشتغلنا في اسرائيل دمرنا حاجات في اسرائيل عندنا الروح الوطنية اللي موجودة عمرنا في يوم من الايام ما بصينا لمنصب ولا الجاه ولا الحاجة احنا بصينا لمصر احنا بصينا لمصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر يا جيشنا تسلم يا جيشنا عايشوا مع جيشنا انا بقول الزيارة بتاعت روسيا فتحت مجال اخر لعودة العلاقات الى ما كانت عليه ايام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كانت علاقاته ندا بند في مع الاتحاد السوفيتي وقتها اعتقد ان المرحلة الجاية هتبقى ندا بند مع روسيا واعتقد النهاردة ان الزيارة دي في صفقات هتتعمل منها صفقات سواء صفقات عسكرية اعتقد النهاردة ان في الطائرات الحديثة اللي هي 135 الهليكوبتر زائد الميج 29 زائد نظام الدفاع الجوي زائد الصواريخ اللي هي ضد الدبابات سواء ضد المراكب او السفن او ضد الغواصات هتاخد اسلحة اللي كانت امريكا في الاول في البداية امريكا لما كانت امريكا بتسلحنا بتصلح اسرائيل فكانت بتدي اسرائيل بتديها الاسلحة المتطورة وتدي مصر ما بتديهاش ما بسلحهاش زي الاسلحة اللي بتديها لاسرائيل اقل نوعية لكن اعتقد ان روسيا هناخد منها السلاح اللي احنا عاوزينه القوات المسلحة المصرية خلال الفترة اللي جاية هتشهد تطور عظيم جدا واعتقد ان القوات المسلحة في وقت المشير عبد الفتاح السيسي بمجرد ما تولى قيادة القوات المسلحة شفنا التطور اللي حصل في القوات المسلحة شفنا ان انت النهاردة لا تستطيع ان تفرق بين الجندي والصف ضابط والضابط والقائد
والمشير كلهم بيلبسوا لبس واحد، كلهم شكل واحد. هي دي العدالة، هو ده المظهر الجميل اللي احنا بنشوفه. القوات المسلحة، قوات مسلحة تبني نفسها بناء كامل، قوات مسلحة اعتقد خلال المرحلة الجاية هتبقى من اعظم القوات المسلحة. هي كان 14 ل 14 على العالم، النهاردة تطورت ودخلت بقت 11 على العالم، واعتقد انها تتطور اكتر واكتر تحت قيادة زعيمنا اللي انا بقول هيبقى رئيسنا. الزعامة هترجع مرة تانية والرئاسة هترجع مرة تانية للمصريين، لمصري اصيل، لمصري ابا عن جدا، لمصري لا يفرد في شبر من ارض مصر. انا بقول النهاردة احنا كلنا جايين عشان نقول للمشير عبد الفتاح السيسي انزل كلنا وراك، انزل كلنا معاك. انزل يا سيسي، انزل يا سيسي، انت رئيسي، انت رئيسي، سيسي يا سيسي، سيسي يا سيسي، انت رئيسي، انت رئيسي. انزل انزل يا وطن، انزل انزل يا وطن، انزل ظهار الوطن، انزل ظهار الوطن، انزل يا سيسي، انزل يا سيسي. انزل يا سيسي، انزل انزل خد قرارك، الشعب المصري في انتظار، انزل يا سيسي خد قرارك، الشعب المصري في انتظار، يا سيسي بنحبك، يا سيسي بنحبك، يا سيسي. كل الشعب المصري بيحب السيسي، كلنا بنحب السيسي لأنه راجل وطني، راجل محب لبلده. إحنا ما نعرفش السيسي، مفيش علاقات بتربطنا بالسيسي، اللي بربطنا بالسيسي هو حب هذا البلد، هو حبه لهذا الوطن، هو حبه لمصر، هو تضحيته في سبيل مصر. لأن النهاردة لو حصل النهاردة وحصل مشكلة بعد يوم 3، حصل مشكلة كانت المشير عبد الفتاح السيسي كان رقبته شايلها على كفه، كان شايل رقبته على كفه. فانا بقول ان هذا الرجل يستحق مننا ان احنا نرشحه، يستحق مننا نقف جنبه، يستحق مننا ان احنا كلنا نبقى معاه خلال المرحله الجايه. وانا بقول يا ريت كل الحملات تبقى تحت حمله واحده، تتجمع تحت حمله واحده. احنا مستعدين ندخل تحت اي حمله ويقودها الشباب، نتمنى أن يقودها الشباب، وأرجو أن حملتنا تستمر سواء بعد الانتخابات، بعد ما يكون السيسي رئيسا للجمهورية. نتمنى أن حملتنا تستمر، ونتمنى أنها تتحول بعد ذلك إلى حزب سياسي يكون له تواجد في الشارع المصري. كل سنة وانتم طيبين، وأرجو لكم التوفيق، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، كل سنة وانتم طيبين.